يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب بوركينا فاسو في 10 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، وتأتي المباراة في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وسط حالة من التفاؤل التي تسود لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، أنهى المنتخب بقيادة كابتن حسام حسن استعداداته لمواجهة منتخب بوركينا فاسو المقرر لها 10 مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي. الحالة البدنية والفنية بالنسبة في الوقت اللي احنا اشتغلنا فيه التجمع اللي احنا جمعنا فيه تجمع عام 28 ثم بدأنا التمرين 29، وكان آخر لاعب جه كان محمد صلاح، فالحمد لله الأمور ماشية بشكل أنا راضي عنه جدا. الميران الأخير لفريق الفراعنة كان يتسم بالجدية والتركيز لحصد النقاط الثلاث ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026. كابتن حسام كولومبي حفظنا على طريقة لعبه واللعبة كلها دلوقتي، اعتقد ان شاء الله ان احنا جاهزين بكره كلنا ان شاء الله ان احنا نفرح الشعب المصري كله ان شاء الله. كان منتخب مصر قد خاض ضد بوركينا فاسو 7 مباريات لم يتلقى فيها اي هزيمه، حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مبارتين، ما يعزز فرص المنتخب في الفوز لاسعاد الملايين من عشاق الساحره المستديره. احمد الحسيني، التلفزيون المصري. اكتفى الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك بقياده البرتغالي جوزيه جوميز بخوض اللاعبين تدريبات خاصة في صالة الجيمنيزيوم بمقر النادي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. يأتي قرار الجهاز الفني بخوض اللاعبين لتدريبات تأهيلية وبدنية في صالة الجيمنيزيوم استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي الودية المقرر لها مساء غدا الجمعة باستاد بوتروسبورت في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقبلة. وافق 19 نادي برابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم على مواصلة تطبيق التقنية حكم الفيديو المساعد الموسم المقبل الفار، ودعا وولفرهامبتون إلى إلغاء التقنية الشهر الماضي، وهو الوحيد الذي صوت ضد مواصلة العمل بها. وأقرت رابطة الدوري الإنجليزي والأندية ورابطة الحكام بأن هناك العديد من الإصلاحات التي يتعين إجراؤها لمصلحة اللعبة والجماهير، ومن المقرر أن يتم العمل بتقنية التسلل شبه الآلي في الخريف، والتي ذكرت مصادر رافعة المستوى أنها ستقلل من وقت التأكد من التسلل فيما سيتم الإعلان داخل الملعب عن القرارات التي سيتم إلغاؤها أو تغييرها عقب تدخل تقنية الفار. نهاية أخبار الرياضة، من جديد عودة لهبة وأميرة. أشكرك محمد.